طيب معلش يا دكتور، احنا بنشوف برضه انه في يعني والله عادي والله ما تخافوش يا جماعه، انتوا مالكم ماسكين لساني ليه؟ هي شاطره بتضربوا حاجه. في مثلا رجاله يعني اباء بيكونوا قريبين جدا من بناتهم، لما بيتجوزوا بيكون في شويه الغيره من جوز بنته، بس ما بنشوفش المشاكل اللي بتحصل زي ما بتحصل من الحموات الستات. هل ده الاختلاف يعني النوع انه ده راجل ودي ست يعني بس حاول ما تغلطش في الستات ولا ده بيكون لايه بقى؟ حلو جدا. هو علشان فرق طبيعه الراجل والست. الستات عموما طبيعه ذكائهم في التواصل في الكلام، يعني ممكن لو قعدتي قعده ستات هتلاقي خمس ستات بيتكلموا كلهم في نفس واحد، بيتكلموا مع بعض خطوط متشابكه وكلهم فاهمين بعض. لو راجل دخل في النص مش عارف ايه اللي بيحصل، يقول لك الصداع ده. كتير جدا بيحصل خلافات ما بين الحما والمرات ابنها، والزوج قاعد في النص بيكمل اكله مش فاهم اللي حصل مش اصلا، ويروحوا البيت ويتكلموا شوف مامتك قالت ايه، وما حسش بحاجه على بعض وهو مكمل يوم ومروح مبسوط جدا وما حسش اصلا بالموضوع. بالظبط. ففكره الهيدن مسجز، الرسائل الخفيه اللي بتحصل في الكلام، الراجل ما عندوش الذكاء بتاعها. اوكي. والتركيز في تفاصيل التواصل مش زي يعني الستات اعلى بكثير من الراجل في الحته دي. وطبعا الستات مايندد جدا بحته التفاصيل، بيركزوا جدا في درجات الالوان المختلفه. استرستيكلي على السين كنت لسه هقول. يعني برضو هنا الاب هنا اللي هو الحما، يعني ما هو برضه عنده نفس المشاعر ونفس الاحاسيس من ناحيه بنته او ابنه طبعا اللي اتجوز طبعا. اشمعنى عنده هو بيبقى الموضوع احتوائي شويه، عايز يخلي العلاقه دايما دائمه، والام ممكن تبقى العكس الى حد ما شويه. حلو قوي، علشان هو ما هو ده فكره ان انا رؤيتي للتفاصيل مختلفه. يعني الراجل مش بيشوف التفاصيل زي الست، يعني في حاجات كتير بيعديها فمش هيقف عندها. تمام. وطبيعه مشاعره مختلفه، طبيعه مشاعر الامتلاك عنده مختلفه. تمام. هو بالنسبه له ان بنته يكون مطمن عليها ده بالنسبه له تمام جدا. بالظبط. يضايقه جدا لو جوز بنته يعني بيعملها وحش. أيوة. او بيغلس عليها او بيضايقها. بس الام مش بتتضايق لما مرات ابنها تعاملها وحش. تعامله وحش، بالعكس بتحس ان هو هيرجع لها فده بيطمنها. صح. يعني شكل الامتلاك عند كل واحد مختلف. عندنا تناقض فظيع يعني. ما احنا مختلفين عن بعض. بس انا بحس كمان ان الحما ممكن يبقى صديق جدا لجوز بنته. صحيح. العلاقه دي ساعات بتبقى ايجابيه جدا.